أول ما تقوم من النوم تعبان، هذا مؤشر على شيء واحد فقط، إن نومك مو مريح. طيب شنو الأسباب وشنو الحلول؟ تعال اسمع. رقم واحد، إنك ماكل وجبة كبيرة أو دسمة قبل النوم، فتشوف نفسك تتقلب وايد بالفراش وما تنام عدل. رقم اثنين، شارب وايد قهوة أو شاي أو أي مصدر كافيين يأثر على جودة نومك. رقم ثلاثة، السمنة. اي نعم، السمنة تقلل جودة النوم. ليش؟ لأنها تسبب لك اختناقات أثناء النوم وتسبب لك ضيق تنفس أثناء النوم وغيرها. رقم أربعة، إذا تنام بضوضاء، الضوضاء والإزعاج يخلي نومك مو مريح. رقم خمسة، إذا تنام على أضواء أو غرفة فيها ليتات نومك مو مريح مثل ما إذا نمت بالظلمة. رقم ستة، إذا نمت بغرفة حارة أيضا نومك مو مريح مثل إذا نمت بغرفة باردة. رقم سبعة، إذا عندك مشكلة فرط التفكير راح تشوف نفسك مو قاعد تنام ونومك خفيف بسبب فرط التفكير. رقم ثمانية، وركزوا معاي عدل بهالموضوع لأن وايد منكم يعانون منها وما يدرون، إذا كنت من النوع اللي تستخدم الموبايل وايد طوال اليوم فراح تلاحظ أن وقت النوم صعب تنام وصعب تدخل إلى النوم وصعب تنام نومة عميقة، والسبب أن عقلك تبرمج أنه دائما يبي يشوف الأبديت ودائما يبي يشوف شنو آخر التطورات بالدنيا، فوقت النوم أنت سحبت منه هذه الخاصية، فهو بالعقل اللاوعي وبعقلك الباطن قاعد يدور هذه الخاصية، وين آخر الأبديت، وين الموبايل، وين السبق الصحفي، وين ما يحصلها فما يخليك تنام نومة عميقة. طيب نرجع إلى سؤالنا، شلون نحل مشكلة قلة جودة النوم؟ شفت المسببات اللي ذكرتها مساعة؟ شوف المسبب اللي سبب هذه المشكلة لك وتجنبه، وإذا تجنبت المسببات اللي مأثر على نومك راح تلاحظ فرق كبير بجودة نومك، وإنك تدخل إلى النوم أسرع، وإنك تنام نومة عميقة ومريحة. وبس والله.